يا جماعة الحكاية إن قناة العربية من امبارح ما وراهاش شغلانة في كل نشراتها غير خبر واحد بس، خبر بيقول إن التايمز نشرت على لسان مسؤولين في طهران في بخصوص عملية اغتيال إسماعيل هنية إن الموساد الإسرائيلي استطاع أن يصل إلى مقر إقامة إسماعيل هنية ويزرع قنبلة شديدة الذكاء من شهرين، خلي بالك من الفعل بس، يزرع قنبلة من شهرين في مقر إقامة إسماعيل هنية وتحديدا تحت سريره من شهرين. وساعة العملية بقى فرقع، ده اللي قالوه مسؤولين في طهران للتايمز البريطانية. قناة العربية بقى عمالة تذيع الخبر ده، بص يا معلم، فجأة تلاقي مذيع بيقوله، وبعدين مذيع تاني بيقوله، وبعدين مذيع تالت بيقوله، وبعدين مذيع رابع بيقول، وبعدين مذيعة تانية، على طول نفس الخبر. وبعدين ايه يعني التايمز اوكي، يعني خلينا بس نتعامل كده مع الخبر، يعني لو احنا خدنا الخبر بجدية ان اسرائيل الموساد الاسرائيلي استطاع انه يصل الى مقر اقامة تحت سرير اسماعيل هنية قبلها بشهرين في طهران ويفرقع البتاع ده، لا يبقى كده جهاز المخابرات الاسرائيلي جهاز جبار. ليه؟ لانه كان يعلم هو عشان يزرع البتاع ده من شهرين، يعني في تحضير قبلها بشهرين، يعني الموساد قاعد يحضر قبلها بشهرين مثلا او ثلاثة لحد ما استطاع من شهرين انه يزرع القنبلة. معنى الكلام ده ان الموساد الاسرائيلي كان عارف ان الرئيس الايراني هيغتال او هيقع بالطيارة، وانه هيقعد هيرشحوا ناس وهيجيبوا رئيس جديد ويعملوا له مراسم ويجي اسماعيل هنية وينزل في الحتة دي. كده مش جهاز مخابرات، ده كده جهاز الموساد الاسرائيلي جهاز مخابرات وعالم الغيب والشهادة، صح؟ ده مش شغل مخابرات بقى، ده شغل بلورة بقى وصحرة وحاجات كده وجن أزرق. طبعا دي رواية جيمس بوند قوي، يعني رواية بص في السينما الهندية، يعني عارف انت الأفلام الهندية بتاعت الراجل اللي بيقتل قبيلة وقافلة ده والموتوسيكل يطير ويقعد بالعجلة، نفس القصة. يعني اوكي حد هيقول لي طب هو التايمز هتكذب، هقول له دي مش كذابة، دي نجسة، الجرايد الغربية نجسة. انا هقول لك ليه. النيويورك تايمز اللي اشد بقى الاوسع انتشارا، صحيح التايمز قديمه لكن نيويورك تايمز قديمه برضه اوسع انتشارا، لحد النهارده بتروج الى ان الفلسطينيين في 7 اكتوبر قتلوا 1250 مش عارف اسرائيلي وذبحوا عشرات الاطفال. لحد النهارده النيويورك تايمز بتروج لنفس الكذبه اللي ادعاها بايدن وادعتها الخارجيه الامريكيه والبيت، ومع ذلك الناس كلها طلعت كذبته، حتى الاسرائيليين نفسهم طلعوا كذبوه، تخيل. طيب ايه الروايه الحقيقيه؟ انا هقول لك الروايه الحقيقيه، اعلنها واحد من حماس كان موجود في نفس الاحتفال ده وأقام في نفس الاريا اللي كان مقيم فيها إسماعيل هنية، وقال بالظبط لما سمعنا صوت برق ورق والخبط كده ولقينا إضاءة كبيرة في السماء جرينا كلنا، وبعدين بصينا على مكان أبو العبد لقينا البتاع مش عارف إيه، خرجنا جرينا عليه فوق لقينا السقف واقع، السقف واقع على السرير وجسمان ابو العبد يعني تحت، واسمه ايه ده الحارس بتاعه رحمه الله عليهم بقى نفس القصه، ماسك كان بيقرا القران قبلها فدماؤه على المصحف، يعني كان موجود والسقف مخروم، معناها انه الخبطه جت من السقف، من سقف المكان. الحارس الثوري الايراني نفسه النهارده وامبارح طالع يقول ببساطه يا جماعه اللي حصل انه اطلق صاروخ مدى 77 كيلومتر تقريبا حاجه زي كده من داخل الاراضي الايرانيه. ده مسؤول حماس او واحد من حماس شاهد على الواقع كان موجود، وده الحرس الثوري. لا احنا بقى نتلزق في الروايه الاسرائيليه اللي بتقول ان الموساد قدر يزرع قنبله تحت سرير ابو العبد من شهرين. ايه بقى الهدف من القصه دي؟ انا هقول لك. بص الكبرياء الاسرائيلي والسمعه الكاذبه اللي اخذتها الموساد الاسرائيلي عبر سنوات طويله واحنا روجنا لها للاسف اتفشخت في 7 اكتوبر، يعني اغتصبت السمعه المخابراتيه الاسرائيليه في 7 اكتوبر. بص اتهتك عرضها، لان الناس دي مش بس الموساد حتى المخابرات العسكريه، كل اجهزه الامن الاسرائيلي اتبهدلت في 7 اكتوبر لان بتوع حماس دخلوا عملوا الليله بتاعتهم دي. فهم من 7 اكتوبر عايزين كل اللي عايزينه عايزين ينشروا يغسلوا سمعتهم، فيغسلوا سمعتهم بروايه زي دي. وللاسف احنا العرب او من نسمى عرب بنروج وبنساهم في ان احنا ندعك ظهر الموساد الاسرائيلي اللي بيستحمل، يعني كل اللي بتعمله قناه العربيه انها بتليف سمعه الموساد الاسرائيلي وهو بيستحمى من العار اللي لحق بيه سبقه. حد يقول لقناه العربيه اختشوا، استحوا لله، استحوا يا ديوسين، استحوا يعني اكسفوا. الله اعلم امتى، بس ده قدرنا والله.